رجعنا لكم من جديد والتحقت بنا مريم مفتاح اللي هي الدكتورة وعضوة في هيئة المستشارين بجمعية أسرتي. مرحبا. يعيشك. صحة شريفتك، مرحبا بك. جمعية أسرتي موجودة بالقيروان. أول حاجة قبل ما ندخلوا في الموضوع خلينا نعرفوا بالجمعية. جمعية أسرتي تأسست من عام 2011، أنا أخذت الرئاسة متاعها في تقريبا في 2018 وكنت عضوة قبل. الهدف الرئيسي متاعها ومحور الخدمة متاعنا هو بناء الإنسان وبناء الشخصية القوية المتزنة واللي هي أساسا تتبنى في الأسرة، ذاك علاش سميناها جمعية أسرتي أو سميها المؤسسون على خاطر تعاقبت عليها برشا رئاسات منهم فترتي أنا ومن بعدها رئيسة أخرى. أي. وحاليا مركزين على مساندة إخواننا في فلسطين. نظمتوا مسيرات، شنو عملتوا آخر؟ احنا كما قلت لك الخدمه نتاعنا معناها مركزه على حاجات اخرى، لكن وقت اللي جات الحرب على غزه وشفنا الفظاعه نتاع الهجومات اللي صارت والمشاهد اللي صارت كان يلزمنا بالحق ندخلوا ونساهموا مع مجموعه نتاع جمعيات اخرى ونشطاء في المجتمع المدني اللي من قبل يخدموا على القضيه الفلسطينيه ومتخصصين فيها، باش زدنا كبرنا الخدمه وزدنا نسقنا ما بين المجموعات هذه في مختلف الولايات، وخدمنا خاصه على المقاطعه وخدمنا زاد على تنظيم المسيرات وغيرها، وخاصه كان فما برشا عباد يخدموا كل واحد وحده، فكوننا شبكه كبيره نتاع جمعيات ناشطين باش تبادلنا الخبرات وباش طورنا افكارنا. واضح. وخدمتوا حملة كبيرة زادة على مقاطعة المنتوجات المطبعة، نقولوا شنو حاولتوا تعملوا باش تبدلوا حتى من عقلية بعض المواطنين؟ هي الحكاية بدأت بجروب فيسبوك الحملة التونسية لمقاطعة المنتوجات الصهيونية، كان جروب صغير في 1000 ولا 2000. في فترة الحرب هذه وصلت أول 36,000 وأغلبهم اللي ناشطين واللي واعين بموضوع المقاطعة شنو. فمن الأول الخدمة كانت بحثنا تقريبا على المنتوجات في جميع المجالات، وصلنا حتى الشامبوانيت حتى حاجات معناتها تفاصيل صغيرة يمكن ما نخموش فيها برشا، لكن عملنا بحوث معمقة على كل شركة إذا كان عندها ارتباطات أو استثمارات في الكيان الصهيوني، وإذا كان المالكين نتاعها داعمين للكيان الصهيوني، وفرنا المعلومات هذه خاصة للمستهلك التونسي واللي وزاد معانا برشا من البلدان العربية أخرى اللي حبوا ينقلوا التجربة نتاعنا وعجبتهم خدمتنا. احنا ما نجموش نفرضوا على حد يشري ولا ما يشريش، لكن احنا وفرنا المعلومة والحمد لله لقينا استجابة كبيرة. من بعد انتقلنا لمرحلة أخرى ومشينا في سياق الحملة العالمية اللي تقودها خاصة منظمة البي دي إس اللي تهدف للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. تعرف الصهيونية فيها زوز أنواع ولا زوز أقسام، فما الصهيونية الاستيطانية اللي تهدف أساسا أنها توطن اليهود في فلسطين، لكن فما جانب آخر اللي كبير برشا وبلاش بيه يمكن ما كانتش تنجح الصهيونية الاستيطانية اللي هي الصهيونية التدعيمية تتسمى. الصهيونية التدعيمية دورها انها توفر الدعم السياسي والاقتصادي. دونك الناس المستوطنين تقاوم فيهم المقاومة ونجموا كان نكونوا فخورين بهم. وبالنسبة للصهيونية التدعيمية تحاربها خاصة المقاومة المقاطعة. وهي نوع من أنواع المقاومة زادة. كبدت خسائر كبيرة للكيان الصهيوني اللي نولى يقول اليوم اللي هي من أكبر الأخطار الاستراتيجية على الكيان الصهيوني. الحلقة الأولى بشرة كنا خصصنا معناها وانت عملت مونولوج كامل وحكينا على القضية الفلسطينية، حلو برشا أنه في آخر حلقة نعود ليه خنقل 36,000 بالنسبة لي أنا خيانة، على خاطر نورمالمون 12 مليون يقاطع ومش مزيق. باش ندعم كلامك، اي اوغوزمون اسرائيل قامت بحمله التشتت بعد المقاطعه نتاعنا. انت شوف الحكايه وين مشيت. شو معناتها حمله التشتت؟ معناتها مشيت تطلب من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه انها تزيد تدعمها باش تنجم تشري سلاح ودخل المواد الغذائيه. معناتها شوف المقاطعه وين وصلت. هذا قوس صغير. نحب ان كالعاده نقول حاجه زيد فيها احرق
جثامين الطغاة ورجسها، واسكب على أشلائهم بترولا، وليحرقوا كل النخيل بساحنا، سنطل من فوق النخيل نخيلا، وليهجموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن فاسمعوا التهليل. إن شاء الله ربي ينصرهم، وإن شاء الله إن شاء الله ربي ينصر. برافو بشرة. كمال نجمة روحها؟ نجمة روح. هو انا احساسها برك اللي قالت اللي قالت بيه، معناها القى القى برك، معناها مرات تقول من جيشها اكيد كل تضامن مع اخواننا في فلسطين. هذايا بالطبيعه نشوفوه معناها وظاهر معناتها بالحق، معناها التوانسه من خلال حتى المسيرات كما هي حكيت من الاول بالكل، أكيد. بعد على وسائل التواصل الاجتماعي في الاعلام نتاعنا. شكرا لك ماريا، يعطيك الصحه. كلمه الختام. كلمه الختام ان شاء الله يا ربي احنا الحكومات المتعاقبه ما جرمتش التطبيع، ان شاء الله يا ربي في المستقبل يتجرم التطبيع، وقتها نوليو احنا نخدموا في حاجات اخرى اللي ندعموا بها بلادنا وندعموا بها الناس المظلومين. الكلمة زادة اللي نحب اللفتة اللي نحب نحكي عليها اليوم هي وفاة زميلنا الرئيس السابق لمنظمة الأطباء الشبان جاد، اللي الوفاة نتاعو خلات في قلوبنا حرقة كبيرة ياسر، وإن شاء الله نمتنوا ليه وللي عملوا وللي ضحى برشا على خاطره بأن نكملوا المسيرة نتاعه، وخاصة في تجميع الناس الكل. جاد كان من الرواد ومن الناس اللي حاربوا باش يلموا التيارات المتعاكسة المفروض ما تتلمش، ولمها في كلية الطب وخلى الناس كل تخدم مع بعضها على أهداف موحدة، وهذا اللي نخدموا فيه توا زادة في حملات المقاطعة اللي ولات ميدانية، ولينا نخرجوا نوعيوا العباد وإلا نقفوا وقفات قدام الشركات والا البوتيكات اللي يساندوا في الكيان الصهيوني. الهدف نتاعنا مش انهم يسكروا اللي يخدموا فيهم معناها معاش يلقاو يخدموا، الهدف نتاعنا فقط انه اذا كان فما شركات تتنحى واذا كان فما استثمارات تتنحى. شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا دكتوره. شكرا لك شاعر الابحار خليل كلمه الختام، نورتنا والله. بارك الله فيك على الاستضافه الظريفه ذي حلوه. وان شاء الله في اللي احنا في ليله 27 ان شاء الله اخويا رمضان تعدى به على الناس الكل، وان شاء الله العيد يكون احلى وخاتمه رمضان تكون احلى لينا ولجميع الشعب التونسي. مرحبا بك كمال، شكرا لك رمزي كلمه ختام. ميرسي على الاستضافه هذه ميسر حلوه، ان شاء الله رمضانكم مبروك، ان شاء الله نحبوا بعضنا، ان شاء الله نحطوا اليد في اليد بعضنا. الله يرحم اخوانا في فلسطين، ان شاء الله ربي ينصرهم. اما الساعه هذيك الجايه بطبيعتها اختي هذيك راهي جايه جايه هذيك الساعه، وان شاء الله تونس ديما بخير، وان شاء الله ثقافتنا ديما بخير، وان شاء الله اهل السوء اللي يعملوا في الحكايه الخايبه في ثقافتنا يحبوا يطيحوها، ان شاء الله ربي يهديهم ونقول لهم يعطيك الصحه. ان شاء الله برشا جديد 2024. ايوه عندنا غنية تو بعد رمضان ان شاء الله باش نسمعوها ديما لقدام، تسجيل خويا وصديقي ابراهيم لانتر بويس، توزيع عاطف الفقيه، هذه بعد رمضان معناتها ديما لقدام، ديما الثنية ديما لقدام. ديما لقدام. ربي يوفقك. عايشك ربي يفضلك. خونا المايسترو انيس العياري. يعطيكم الصحة كل شكرا على قالوا فينا عيوب، قالوا فينا عيوب معناتها كلمات شعر الابحار. كمال المرساوي، الحان رمزي دغمان، توزيع تحية أخويا وصديق الموزع، تحية اليوم للكل وتحية ليكم، يعطيكم الصحة. ونخرجوا فاصل وراجعين.
في حي الانطلاقة لمنيهلة 105 متر بعد الترمينوس. تلقاو عنا كل ما تستحقوا العائلة التونسية في شهر رمضان، أسوام ياسر معقولة وبرشا تخفيضات تستنى فيكم. مرحبا بكم بحذنا وإن شاء الله رمضانكم مبروك. يضيفنا على كيفنا ويلتحق بنا فوزي الأمير. أهلا وسهلا صحة شريبتكم الناس الكل بالطبيعة كالعادة في ضيفنا على كيفنا جو كبير مع ميساء الشاشة والمجموعة الكل وفوزي الأمير بالطبيعة. مرحبا بك فوزي. رحمة هنين أهلا وسهلا. أهلا بك صحة شريبتكم يا جماعة، صحة شريبتك يا ميساء، فرحانة بوجودي معكم والناس الكل تحكي على البرنامج وعلى النجاح متاعو وإن شاء الله يتواصل. ان شاء الله. شكرا ليك يعطيك الصحه. باش نمشيو لفقره الاراء المختلفه ديما اللي بيناتكم، فيهمني ما يهمنيش. كالعاده عندكم اللوحات قدامكم باش تكتبوا لي يهمني والا ما يهمنيش. الاخبار الاول، التلفزه الوطنيه تقرر بث مسلسل باب الرزق على الشان يوتيوب. يهمني عبد الجليل، يهمني ما يهمكش. أنا واحد ما يهموش عبد الجليل. رب عذر أقبح من ذنب. في البداية خذوا قرار بعدم البث، يعني بعدم إعادة البث، وتوا خذوا قرار ببثه على شان اليوتيوب. حاجة متخلفة برشا توا شان اليوتيوب. يعني لو فعلا خرجوا السبب الحقيقي لعدم إعادة البث وقتها تو نعرفوا الحكاية. أما أعتقد أنه ثم ربما سوء نية في عدم إعادة البث، وهنا لا أبرئ ذمة أي كان. مايا أنا أول حاجة ما يعجبنيش هذا باب الرزق. عرفت تجيب عبد ويحكي على الأرض وفلاح ومن عشنو دولة فزيت ذوكم الكل، وبعد ما أنت تلفزة الوطنية صرفة زوز مليارات على المسلسل وفي الأخر يهبطوه على اليوتيوب. بيزاغ معناتها، فما برشا ناس يعملوا ويب سايت يعملوا حاجه وما يدخلوا منه فلوس. واضح. باهي مكملين فهمني ما يهمنيش. ايمان الشريف تصرح في برنامج جودي تو مع مينغارا، قالت كاميرا كاشي سائق القناه كانت مفبركه. ما يهمكش يهمك، ما يهمكش يهمني رحمه. انا راني ضد معناتها الكلام اللي قالته، خطر عيب وميجيش، حاجه مش حلوه هذه كويزين انترن، معناتها عيب انها تكشفهم معناتها وهي تفهمت معهم. فوز. والله انا رايي مخالف الحقيقه. نحيي ايمان على جرأتها وعلى صراحتها، لانه من زمان الكاميرا كاشي برشا اسرار وراها، والاغلبيه نعرفوا في الكواليس نعرفوا اللي هي مفبركه، احببنا ام كرهنا. داير انا عمناول، معنا عندي صديقي مش نذكر بالاسماء من فمش علاش ما نقول صديقي سينوردي كحلاوي الفنان الكبير، نوجه له تحيه، عرضني هكا حتى ميسا باش نشرب قهوه، والمدام نتاعو تطلب معنا، وانا بدي سالت معنا في النهار معنا هذا بسوكا كسوه قاوين ماشي، قال ماشي كلموني باش يحصلوني في الكاميرا كاشي. معناها واضح انا بدي كلموني برشا مرات وحضرت حتى على دي كاميرا، دونك عادي عادي مفبركه والناس تخلص، وحتى في القوانين معناها وقع تنقيح على اساس يكون مصرح بها، خاصه بعد دي كاميرا كشي اللي فيهم برشا عنف وبرشا رعب واللي ما فيهمش الضحك. اهم حاجه هل فما ضحكه صادقه؟ هل فما ضحكه تلقائيه؟ حتى كان مفبركه، احنا في رمضان نحتاج للضحكه في حياتنا الكل وفي ايامتنا الكل في ظل هالضغط هذا. دونك
بالعكس انا رأي ايمان معناها قالت حاجه حقيقيه رغم اللي برشا هبطوا كذبوا معناها من الفنانين. انت ماكش معاهم معناها صادق ما نعرفوش احنا شنو اللي صار. نمشيو للاخبار اللي بعده. تصريح اليونس الفارحي قال اللهجه الريفيه ليست مدعاه للاضحاك واهل الريف بدورهم هما زيدا قد تضحكهم لهجة المدينة. هذا حسب تصريحه هو مع عبير بوليلة. يهمني هل الكل يهم؟ ما يهمكش رحمة، دونك يهمني بشرة نبدأ معك. الحقيقة مستغربين بعد ما عملنا 8 سنين بابوشة يخرج تصريح كيف هكا. باش ما ندخلوش في ثغرات، الحقيقة أنا ما تعنينيش. نحب نقول اليونس، وأكيد هو يعرف اللي الحكاية ماهيش حكاية لهجات، خاطر بالميم تنجم الضحك. هو يعرف زيدا اللي حتى أهل الريف ينجموا يضحكوا على البلدية، زيتو بيتو وحيتو درشنو. دوك ما فهمتش أنا علاش نحبوا نقسموا بعضنا. وأكثر من هكا نتصور اللي ثم كوميدي دو سيتواسيون، ثم كوميديا دي لارتي، يعني الحكاية أعمق من أنها تكون لهجات الحقيقة. أعمق برشا شيء. بالنسبة لي أنا ستان فو بروبليم، حتى كل بلاد ولهجتها. دونك عادي أني أنا كي باش نعمل شخصية ريفية باش نتكلم بريف. هذاك المشكل في مسلسلاتنا، أنه اللهجات اللي استعملوهم لهجات لا ريف لا الأحضر. لا فهمت بيهم الجي مع القا مع الحب مع عنقلك مع لا تفهموا لا جريدي لا كيفي لا من الوسط الغربي لا من الشمال. دونك هذا اللي يقلق. دونك فوالا، دونك اللعب على لهجات طبيعي جدا. حتى في مارسي عندهم لا لونغ مارسيايز يعملوا بها لي سيري ويضحكوا بها عادي جدا. اما انك تحدد لي اللهجه نفهم انا وين وين البلاد هذيك وين اكاو. فوالا باهي. الاخبار اللي بعده، وزيرة الاتصالات العراقية تطلب من مجلس الوزراء حجب تطبيق تيك توك في البلاد. دونك ينحيوا التيك توك، يهمكم ولا ما يهمكم؟ بالطبيعة مايا باش يهمها معناها مايا. بون انا شو انا مانيش ينحيوا لك كبس كبس. بون انا ضد انهم هما ينحيوه. بورتون في العراق معناتها توفيت طفلة قبل وسنين زادة كيف قتلوها في التيك توك. اما جوست نحب ننصح الصغار نقول لهم ما تتبعوش معناتها ما تمشيش مع الماشي كما نقولوا احنا. خاطر علاش نشوفوا باغ اكزومبل توا في التيك توك تجي واحدة تبدا ما تقراش ما عندها حتى نيفو، تجي تبدا تنظر علينا، تخرج في التلفزه تقول انا نخلص في 20 مليون في النهار ولا ما نعرفش ندخل في برشا فلوس، وهما في الاخر هذوكم تبييض اموال ولا حكايات اخرى. ننصح الصغار نقول لهم ركزوا على قرايتكم قبل ومن بعد اعملوا تيك توك باغالي. بون تيك توك بالنسبه للعراق معناها فيها في اعتقادي وكان نحاو محاكم الشرف ومقابر الشرف اللي عندهم الى حد اليوم هذا يمكن كان اهم لهم برشا. أهم أي فوز. بالنسبة للتيك توك بصفة عامة، أهم حاجة هو مش المشكل في تنحي ما تنحيش، هما ثم برشا إيجابيات في التيك توك، غناية في ساعتها تنشر، ثم محتوى جميل ولا ثم أدايا ولا برشا حاجات باهية، ولكن زاد ثم برشا حمقى وأغبياء ولاو مشاهير وسيبوا برشا ميوعة ومعناه وظفوه توظيف سيء. دونك أهم من أنه يتنحى يكون ثم رقابة، نتصور يكون فما رقابه يكون احسن برشا. باهي كما انا يهمني وما يهمنيش. بشرى باش نعطيك كلمه الختام باش تغادرنا. شكرا ليك. شكرا. على الاربع حلقات اللي عادينها مع بعض. شكرا. دونك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ربي يحييكم لامثاله. ان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم. نحب نشكر برشا دونك مسك بيوتي اند سبا مروسيس، رونزا اتي طلا، مدام حفيدة. نحب نسلم على العباد اللي تحبني الكل. شكرا على مساجاتكم وعلى الكلام الحلو اللي سمعتوا، وان شاء الله ربي يحييكم بخير. يعطيك الصحة بشرى. شكرا ليك. نخرجوا فاصل وراجعين. مع بعضنا مدام بسمة شقا. أهلا وسهلا. عايشك وبيك عشقتي. مرحبا بيك. دونك جيتنا من قصر هلال. من قصر هلال ولاية مستير.
ولايه المنستير، وواصل معنا بالطبيعه بسام الدريره في عالم الجمال والتجميل ديما هو موجود. احكي لنا على السنتر نتاعك، كيفاش بديت فيه، شنو نلقاو فيه؟ السنتر نتاعي اسمه قصر اسيل العرائس بقصر هلال ولايه المستير، يشمل ما يخص العروسه الكل، العروسه من سواناتها، من صبغتها، من ماشها، من الروب نتاعها، ديما عندنا جديد. أيوة. كل عام عندنا نوفيل كولكسيون. زاده كيف ما نساوش الحذاره، خاطر كمان الحذاره لازمين معناها مع عروستنا. كل شيء موجود، كل شيء عروسه ما يخصها شيء. فوالا، دونك كيما كنا نشوفوا هذوما الموجودين عندك. هذوما موجودين عندي، نوفيل كوليكسيون 2024. والاسوام مناسبه؟ الاسوام الكل تلقاهم عندنا. من درجات. درجات من عندك المرفق حتى ديما نقول ديما هود كام. وديما نقول راهو تلقى عندي الاحسن ما فما وتلقاه اقل ما فما الاسوام. معناها ديما نفرحوا بعرايسنا، ديما نفرحوا بنياتنا الكل، نشجعوهم. كما تعرف الوقت توا صعيب، ديما نحاولوا باش نعاونوا شبابنا باش ينجم يقدموا، باش ينجم معناها اكزاكتومون. ودونك كيما قاعدين نشوفوا زاده في الفيديو هذايا كوليكسيون 2024. خدمت على الالوان، على حاجات مختلفه، خدمت على اللوتيه، ما نسيتش اللوتيه راهو مشكل مرواح برك. خدمنا على صداق، خدمنا على لوتيه ليت الحنه نتاع الكبيره نتاع عروسه، خدمنا على ليت المرواح. كل ما هم الوان تلقاهم عندي موجودين، كل عروسه تلقى عندي الشوال كل موجوده. من ليله العرس، ليله الحنه، لصداقها، كل شيء متوفر. كل شيء متوفر تري بيان. بالحق حاجه مزيانه ياسر. وبالطبيعه اللي يحب يكري والا يحب ياخو من عندك كل شيء، كل شيء موجود. ويتصلوا بك على الارقام موجوده اسفل بالطبيعه. مرحبا بهم الناس الكل. كما قلت لك، مانيش اوبليجي العروسه نفرض عليها باش تكون تتزين عندي وكهو. تنجم تجي تكري من عندي روبا، تزين عند حجمه اخرى، وتنجم كيف تجيب روبتها من برا وتتزين عندي. معناها ما نفرضش، هي حره. قاع اني يعني نعمل جهدي باش نحضر الكوليكسيون نتاعي احدث ما فما او احسن ما فما. وكيما تعرف معناها مش سهل، بالطبيعه تحب له برشا راس مال وبرشا مخ وبرشا تركيز. كيما قلت لك، دونك هي حره بالطبيعه، حرة تحب تاخذ الباك الكل والا جزء منه كيما هي تحب بالطبيعه. كيما تكون زاد حره، مثلا تجي تقول لي تحب مكياج معناها مثلا سامبل، ما نفرضش زاد على عروستي شنو اني فهمت شنو هي تخلي لها الحريه. هي الحريه. يقع الاقناع، ينجم يكون مثلا المكياج اللي جابته هي تحب كيفه ما يخرجش عليها. نولي اني نقنعها بطريقتي، اني راهو انت مثلا عينك مش كيما عين البنيه هكية، مش كيما عين العروسه هكي، خاطر المكياج يختلف، مش كل ستيل يخرج على نفس العين. واضح. مش أي حاجة توندونس تطلع على الناس كل. إي مش لازم لها. فما ساعات تلقى مثلا ميكاب ارتيست تخدم ستيل معين برك. تخدم على الموديلات الكل، العرايس الكل اللي عندها. هي طفية تنوع، أنا بالحق نتبع فيها عندها برشا مدام بسمة، يعطيها الصحة من نوعية تنوع في العرايس نتاعها. كل واحدة شتوية شنو مميزة بحاجة أخرى زادة، مميزة لأني العروسة كي تجيني تخرج ما تعرفش روحها. والراف الفرحة في عينها من بالحق، ما نحكيش على فلوس كوتي فلوس ولا حتى شيء، بالعكس أنا نحب العروسة كي تخرج من عندي
فرحانه معناها ما نحكيلكش على فرحتها. فرحانه مما جميع وبالطبيعه. هي ياسر بس نحب نحكي معك على اخر تحضيرات الملتقى الدولي للفخامه والجمال. شعان بالنسبه لاخر تحضيرات الملتقى الدولي للفخامه والجمال ان شاء الله باش يكون في النهار 15 و16 17 18 بالمنستير. الحمد لله قاعدين معناتها ماشيين في نسق تساعدي. ان شاء الله باش يكون فما عديد من المفاجآت للمشاركين نتاعنا المشاركات كيف كيف اللي باش يكونوا من عديد من الدول باش يكونوا متواجدين. باش يشوفوا لي توندونس جديده باش يشوفوا مثلا فما دي برودوي جديده زي كيف كيف باش تكون حاضره من شركات تونسيه باش يكونوا متواجدين على عين مكان. هذه حاجه باش ندعموا بها المنتوجات التونسيه وان شاء الله ربي يوفق. وهذا كله حاجه وحيده باش نقول هذا كل نعملوا فيه احنا تحت شعار لدعم السياحه التجميليه بالجمهوريه التونسيه. هي ياسر يعطيك الصحه مدام بسمه نورتنا بحضورك. عايشك وبارك الله فيك. حبيت نضيف حاجه حبيت نقول لراه السنه 2024 عندنا برشا جديد ومحضرين برشا حاجات لعرايسنا ولحضارتنا وكليوناتنا الكل ومحضرت لهم برشا بروموات مزيانه. وان شاء الله الناس الكل تكون فرحانه ونشكركم انتم الكل. الحقيقه نشكرك ميسا نشكر ليكيب تبارك الله معناها تعبين ربي معاهم. نشكر استاذ بسام ذريره الحقيقه له الفضل لاني كنت حاضره معاكم. نشكر زوجي اللي كان ديما في ظهري ديما واكبني ديما مسجعني ديما هو معناها ديما يدزني لقدام حتى كي تجيني هيك معناها حاجه لازم صحة. في الخدمه معناها تجي ضربه يقويني الحقيقه. نحب زاد نشكر الفوتوغراف مهدي الشوالي اللي هو قاعد يخدم لي معناها في خدمتي التصوير. نشكر مدام ديزولي الفنانه عفاف سالم اللي كانت معنا في زاده في الشوتينج ولكم الشكر الكل. يعطيك الصحه. شكرا ليك. شكرا ليك بسام الغريره. عايشك الصحه. شكرا ليك. يعطيكم الصحه. كانت هذه سنتر تحيه خاصه للدي جي نتاعنا على فكره مدام اخوان تحيه خاصه بالحق مش مقصر يعطيه الصحه. كان هذا سنتر بسمه شقاء. سهريتنا لليلة وتوا يا عبد الجليل قاعدة نشوف الفرحة في عينيك خاطر بحذايا فتاة والبهجة والسرور. المهم بعدت عليا نجوى ميلاد وجات بحذايا فتاة جميل مسكينة ديما فايدة عليك. اليوم بيناتكم شكون؟ ديما بيناتنا حد ما كانت رحمة مش أي حد سعادة ميس قروان كل يسر فتح الله أهلا وسهلا مرحبا بك. مرحبا نورتنا. صحة شريفتك حشمة الطفلة مع الطفول حشمة ما حشمتش أنا زين منها ما كانش بيك. دونك معنا ميس القروان كما قاعدين تشوفوا ما شاء الله تستحق جمال بالحق. عطينا كيف نشوف العبد مش كيما منك ليه كيما تصاور مرات يغلطوا في الدنيا. عجبني أكثر ما تصاور مرات تصاور يغلطوا شوية خاطر دونك الصحيح ناخذوه كيف نشوفوا العبد من دي. قل لي يسر قداش يعني لك اللقب هذا ميس قروان؟ الحقيقة هذا فخر ليا ساعة أني خذيت التيتخ نتاع ميس قروان وبالحق سيت أون ريسبونسابيليتي وأوبورتينيتي كبيرة برشا باش نمثل الريجيون نتاعي مثل لي تراديسيون نتاعنا ونحاول نوصل لو ماكسيموم معناتها ميساج وقداش بلادنا محلاها. حاجه باهية برشا. وانت من قبل كنت تطمح باش تاخذ لقب الميس؟ الحقيقه هي مشاركتي السنه في الميس كانت صدفه. ما انا من قبل كنت نحلم بالحاجه هذيا ملي انا صغيره ديما نتفرج في ليليكسيون تاع لي ميس وكل وكنت نحب ياسر لي برانسيس ديما ناخذ لي كورون دونك نبدا نتخيل في روحي هكا مشاركه هذاك علاش انا فرحانه برشا اليوم بتيت خير. كيفاش الصدفه؟ الحقيقه وقت تقابلت انا وميس كيرون 2023 اللي طابي اللي نقدم لها تحيه كبيره وهي شجعتني باش نشارك في الكونكور تاع الميس. دخلت عملت طلع شفت شنو هما لي دوكيومون اللازمين وعيطوا لي في الكاستينغ ريجيونال في قروي.
ومن بعد بعثوا لي باش نجي للكاستينغ ناسيونال اللي عادينا فيه بلوزيور تيست، ان تيست كولتوريل، تيست بسيكوتكنيك، تيست فرونسي، تيست انجلي، تيست سبور، تيست دو تالون، تيست كوربوريل وتيست ميديكال. هذا الميز ميسا، الميز مش الشكل جميل فقط. يعني يلزم برشا 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 تعريفات يلزم تتألق فيهم. علاش الميس ولات رسالة تتجاوز الشكل، ولات رسالة وتشوفي أنت المسابقات على مستوى عالمي. دونك سا سوفوا اللي هي متألقة أبار أنها جميلة ما شاء الله، سا سوفوا أن هي لي بيان كولتيفي، مش صدفة نصور تكون ميس. تعرف تحكي. معناها هذا هو مختصر الحديث. دونك معناها فما دو كاستينغ تعطيك. عملنا تخوا كاستينغ، عاودوا عيطوا لنا زاد كاستينغ فينال، عملنا فيه ان تيست بسيكوتكنيك قدام الجوري وكل، سالونا فيه برشا اسئله على لي ريجيون تاعنا شنو نعرفوا عليهم، لي بروجي هيومانيتير حاجه مهمه برشا زاده، بالحق كانت حاجه بروفيسيونيل على الاخر، ومن بعديك بعثوا لي الريزولتا وفرحت برشا اللي قبلوني ميس كيروان. مازالنا كي عملنا لا سواري غوميز دي زيشارب اللي لي بروفي نتاعها مشاو الاس او اس ليانا. عندك رسالة اليوم تحب توصلها؟ الحقيقة نحب نقول برشا عبيد اللي التيتخ نتاع ميس ماهوش جوست على البوتي، راهو عندنا ريسبونسابيليتي كبيرة وعندنا معناتها ميساج لازم نوصلوه. ديجا احنا الشعار نتاعنا هو لا بوتي او سيرفيس دو لومانيتي، احنا لي زامباسادريس دو لا بوتي اومي. دونك الأهم حاجة هي البوتي نتاع القلب قبل ما تكون البوتي نتاع الوجه. تامن معناها بالجمال، جمال الروح يقول لك. اي الحقيقه خاطر برشا عباد في بالهم باش تشارك في الميس لازم تكون عندك بوا معين ولا تاي معينه ولا بوتيره، لا معناها مش هذيك. وانت اليوم فما بروجي هيومانيتير مطالبه باش تعمل. اي احنا كل ميس مطالبه سنه بدو بروجي هيومانيتير، واحد على الانفيرونمون باش تخدم على الريجيون نتاعها، واحد ميديكال. وعندنا زاد ان ستاج بيان سور اللي هو قبل سواري فينال اللي تصير فيها ليكسيون دو ميس تونيزي. دونك على شنو باش تخدم؟ تكتشفوا ان شاء الله عاد. سيربريز. سينو عائلتك شجعوك؟ اي الحقيقه انا طول سالتهم هما شجعوني وقالوا لي فازي معناها وقفوا معايا بالقدا. لو كان جاوا ضدك كنت شد صحيح؟ الحقيقه اي خاطر انا كي نحب حاجه ديما نحاول نقنعهم معناتها نوريهم لي حاجه باهيه وكل بشويه بشويه يقتنعوا بالكثريه. توصل معناها اللي حاجتك به. انت اليوم تقرا بيولوجي ميديكال، دونك هذا هو دومينك، تحب تخدم في مجالك ولا في حاجه اخرى؟ اي الحقيقه نحب نخدم في المجال نتاعي، معناتها انا من قبل نحب هكا الدومين تاع السونتي وكل، سيرتو القرايه نتاعي تعجبني خاطر فيها كونتاكت مع لي باسيون من اول عام، معناها يعني عملنا بليزيوغ ستاج في لوبيتال اونيفرسيتير فاطمه بورقيبه، وبالحق تخرج بيان فورمي معناها. وان شاء الله انا من قبل نحب نكمل في الدومين هذا ونولي ناخذ معناتها ما بروبر مارك دو كوزميتيك اللي حاجه ديجا بدينا فيها في الفامي بتاعنا معناها، ونحب نكمل فيها ان شاء الله. رحمه مصممه ازياء، نتشرفوا بك. عطينا رايك في لوكا وانت عملت طلع على محلاها، عجبتني على الاخر. انا نفرح كي نلقى معناتها طفلة صغيرة مزيانة حليلتها كيف ما هي تعرف تلبس، معناتها إن شاء الله نلقاوها مش ملكة جمال القروين بركة، إن شاء الله ملكة جمال تونس وملكة جمال العرب. معناتها أنا عجبتني رغم اللي أنا ديما ننقد راهو، أما أنت محلك عايش. ميرسي. مايا تبع هكا ليميس وليكونكور كيما هكا؟ بالعكس محليها. نعرف روحها رياضية مايا ما تغيش. تبع ليميس هكا شوية محليها هي، تبارك الله عليها. عايشك. مزينة برشا، إن شاء الله ربي يوفقك. عايشك ميرسي. تحب تشارك مرة هكا؟ ماذا بيا نشارك. أنت ميس تونس ذهالي، من تونس العاصمة أنت. بيان سور. تحب تولي ميس تونس؟ ماذا بيا أنا ما عنديش وقت، كان جا عندي وقت نشارك فيهم بالكل. ميس على التدخلات والأسئلة نتاعها نتصور عدوا تحقيق. مش ميس. فوزي قول لي. عبد الجليل فرحان خاطر جنبه الميس. إي قول لي. أما أنا فما بالك لو كان على شمالك القمر وعلى يمينك الشمس قدامك بدر البدور. ما يسالنيش هكا ولا لا. دونك الملاحظه فقط ما شاء الله عليها، وكيما انا حسب ما نعرف معناها مش فقط الجمال الشكل فقط بالنسبه للمسابقات هذوما، لانه في بعض الاحيان باش يمثلوا تونس. دونك المستوى الثقافي، المستوى العلمي، الثقافه الاجتماعيه،
كل معناها يلزم معناها تم تكامل كبير دونك ما شاء الله عليها. والجمال هو راهو جمال الروح وينعكس على الشكل زاده وعلى الوجه، خاطر في بعض الاحيان تلقى انسان جميل برشا ولا مراه جميله برشا ولكن الروح والطاقه الانرجي مش متماشيه مع الشكل هذا، دونك ثم ايكيليبر بين الجمال نتاع الروح والطاقه ما شاء الله عليها هي شارمونت وكل شيء. هذاك علاش نقولوا معناها انسان جميل برشا وسمام على وجوههم حتى في الدين نقولوها. انا عجبتني ملي احنا في الكواليس ما شاء الله عليها، ان شاء الله ربي يحفظها ويسونا، ان شاء الله عيدها مبروك، ان شاء الله مليكة جمال العالم يا ربي. ميرسي يعيشك. معناها اجماع في البلاتو. أيه. اول مره انا البلاتو ذا راه فيه اجماع. لا لا بالحق خاطر لي تخي بال بالحق وحتى روحها باينه خفيفه هكا وحليها. ربي يسونك. ربي نحو نجمة وحطها هي غادي. ميسالش على على راسك. هاو باش نجيبها معايا في الفيديو الجاي. لا ولا باش نجيبها. لا لا لا. هاو باش تكون البطلة نتاع الكليب الجاي. سامحني سامحني عاد باش نشارك في الميس دو موند فام غوند. شكون؟ قولك؟ هكا العرافة قالت 2024 ربي يستر. ربي يستر. يعطيك الصحة. نورتنا كلمة الختام. نحب نشكر ليكيب تاع لوغانيزاسيون ميس تونيزي الكل وعلى راسها مدام عايده عنتر لا بريزيدون دو لوغانيزاسيون خاطر شجعتنا برشا. وميرسي للناس اللي شجعتني الكل صحابي وعائلتي وان شاء الله تكون اكسبيريونس مزيانه. ان شاء الله يعطيك الصحه. شكرا ليك وشكرا ليكم الكل. البارتي اللي بعدها باش تكون كلها فن شعبي ليله 27 دونك فيها برشا ربوخ. نحب نشكركم ليكيب الكل، عادينا مع بعضنا حلقات مزيانين تيلة شهر رمضان. خليكم كلمة الختام نجوى. جو بريفير نكون أنا الأخرى في كلمة الختام خاطر عندي بلاغ صغير. يقولوا لي نجوى عندها سيربريز. أي حرب البلاغات. وين شبيني في باليش؟ حكينا فيها من أول ما بدينا نعدوا في الحلقة الأولى مايسا. قلت لك في آخر حلقة. عندي سيربريز. أي بلاغ. ما شديتش في. أي. دونك خليني الاخر في كلمة الختام. قولي لي انت في الكواليس على الاقل باش يبدا في لا ماني انا اشترطت عليك قلت لك اي كونفيونس. وانا نسيت وانا بالحق نسيت. انا نعتبر روحي بنت القليل دونك جي كونفيونس في باش يقبلوا مني البلد هذا. متشوقه انا دونك باهي نبدل شنو نبدا فرح. انا نحب اول حاجه نشكر عائلتي نشكر اصحابي وعندي خالي وحيد وحيد هنا دونك نشكره على الاخر وصاحبتي امنه ونحب نشكر الفريق الكل ونحب نشكر خصيصا باهي هذيك هي تتقال ميسا بيديز اللي عطتني الفرصه باش انا نكون كرونيكوز معاكم وفرحانه برشا بالتجربه هذه وربي يخليكم وان شاء الله ديما فرحانين. عايشك مرحبا بيك فوزي. والله ان شاء الله كانت تجربه متميزه ولينا عائله واحده جو به برشا ان شاء الله من خلال الحصه هذه بعثنا برشا طاقه ايجابيه رغم عن عبد الجليل السمراني ان شاء الله بعثنا برشا طاقه ايجابيه عملنا برشا جو طرحنا برشا مواضيع برشا مواضيع مهمه. الوقت تتعدى في ساعه معناها ما فقناش بالوقت دونك اذا تسمح لي في رمضان أي اذا تسمح لي نختم على طريقتي الوقت تتعدى في ساعه دونك باش نقول انا الوقت لي بيفوت بسرعة وأنا معك كان نفسي أقولك ألف مليون بحبك خلتنا أحس إن اللي فات من عمري ممكن أعوضه خلتنا أشوف أيامي أحلى ما أقولش أيام وانقضوا ما بقتش خايف من اللي جاي مادام وياكو ما بقتش عايز أعيش حياتي إلا معاك قربني ليك وأنا بين إيديك أحزاني عني يبعدوا الله 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 مايا
أطربت ماي فاجأني برافو فاجأنا الكل. انا نحب نشكر عائلتي نسلم عليهم وسورتو امي نحب نقولها ربي يخليك تاج على راسي عايشك ونبوس اصحابي الكل العبيد اللي يحبوني كلهم نحب نشكركم نشكر اخوان نشكر الاداره رانيا صدوق نبوس الناس الكل وان شاء الله نشوفكم على خير اخوان كارلوس بيضا قوسين صديقنا اخوان كارلوس سميتو وبنسيس ميسة سمحني غير فقيه كالعادة على اللباس مش نعطي حقه بعد إنك هذا كمل أوكي خلينا نكمل ميك اب مي نحب نشكرها المرسى على الميك اب واللوك هذية الجديد اللي جربته مزيان برشا ميرسي مي عبد جليل بهي أنا مش من عادتي إني نشارك في كان في نعمل كان برامج ثقافية مرة هذه عشت برامج منوعاتية وشفت ثقافة أخرى اكتشفت العمل في كواليس كل مرة في تلفزة دونك العمل في تونسنا فيه برشا كل حب فيه برشا تعب لذيذ أو يعني متعب على لذاته أو لذيذا على تعبه دونك مرسي يا توا ميسا مرسي للي لبسني أنا في العادة ما نشكرش دونك نشكر كان روحي وهذا حقي طبيعي لأنه تعجبني روحي برشا عودت اكتشفت برشا أصدقاء نجوى اكتشفتها في شكل جديد لأني نعرفها في شكل أحد وواحد فوزي صديق الدرب مايا محلاها رحمة أيضا لذيذة أنت ميسا وهذه كلمة حق أريد بها حق أنت متطورة جدا في أدائك المهني إن شاء الله توصل لمرحلة النضج وديما الواحد سقيه على الأرض بتبيع الفودير كومسا نجاحك سبب لك برشا مشاكل وهذا الأجمل في كل شيء وقت النجاح يسبب مشاكل هذا الشيء الجميل إن شاء الله تواصل الرحلة كان سهل رب أنت واصلت طبعا إن شاء الله شكرا لك عبد الجليل نجوى أنا قبل كل شيء اللي باش نحكيه توا عندي 6 أشهر من نحضر لها اللحظة هذية لحظة تعلق بتونس برشا خذيت القرار باش نمشي في جوسكو بو دونك قبل كل شيء نحب نشكر مدام حفيظة نحب نشكر ليكيب الكل مدام رانيا القناة انها باش تتيح لي الفرصة هذه وانا اخترت باش تكون في اخر حلقة هي جات بالصدفة ما كانش في بالي انا باش نخدم كرونيكاس في البرنامج هذا دونك اخترت مع المستشار نتاعي اللي توا معايا في الحملة باش تكون الليلة هي الفاصلة دونك فوالا نحب نشكر مدام سونيا شهلاني على المكياج دونك على وقع ما قاعد يصير وما نحبكمش تستغربوا خاطر وما نحبش نقاش بعدها خاطر هو قرار باش نعمله وباش نمشي فيه جوسكو بو وين باش يوصلني خاطر جو دوا غياجيغ انا اوتون كو نجوى ميلاد اللي تعرفت على وقع ما قاعد يصير في العالم توا وفي غزه تحديدا وعلى خاطرنا قلنا التطبيع خيانه عظمى وقت اللي حابين نعديو قانون تجريم التطبيع قالوا مش وقته وفي نفس السياق بما أنه رمضان وقفة الزوالي وهي تجيب منها كلاوي إن شاء الله ما يطلعش الاحتكار زادة كيف ما التطبيع خيانة عظمى وعلى خاطر الوضع أصبح كارثي وخطير في بلادنا وما ينتقش أنا نجوى ميلاد المواطنة التونسية الفنانة التونسية المرأة الحرة الزوالية بنت تونس من موقعي هذا ومن قناة تونسنا تحديدا وعبر برنامج ضيفنا على كيفنا مع ميسا باديس وبعد مناشدة بعض أصدقائي المقربين مني واللي يعرفوني قديش ندافع على صوت الحق قررت أني نعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة 2024 وشكرا تونس تعيش والقدس عاصمة فلسطين بالحق باش تترشح للرئاسه هذه هي على الاخر انا قدمت يعني قدم شنو هي الخطوات اللي مشيت فيها هذاك الكل من بعد اليوم جست الاعلان الرسمي سي اوفيسيال اوفيسيال تنتخبوه انا نفوتي لها منتخبوها ما منتخبوها بالفرح دموع الفرح ان شاء الله انا نفوتي لها عبد الجليل ولا هو قرار صعيب عليا صعيب عليا برشا اما انا الخطوه لازم نمشيها وجاتني نجوى وفرحانه بكم الكل وميرسي بوكو عادينا مع بعضنا رمضان مزيان ياسر شكرا لكم ليك انا فرحان معاش بسره شكرا لكم نخرجوا فاصل وراجعين
باش نستقبلوا مع بعضنا ضيفتنا مدام مريم عبيدي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا بك مريم. الحمد لله. نورتنا. دونك عندك اسباس موديليستا من الحمامات انت جيتنا. مرحبا بك. عايشك. يعيشك. دونك خلينا ساعه نحكيو من الاول بالكل على الغرام نتاعك باللبسه باللي زاكسيسوار باللي الساكامان زاده ولا ساك اون جينيرال. احكي لي كيفاش بدا الغرام. والله ملي انا صغيره ما مغرومه ياسر باللبسه باللي زاكسيسوار باللونات باللي لونات بساك نحب ديما لي زيديسيون غار معناها جو شيرش معناها ديما والحاجات لوثنتيك. غرامي قعد كبر مع معناتها كبر معايا ديما معناتها انا جو سوي توا 41 نو مير دو دو زادوليسون اما عايشك اما ديما معناتها اكثر حاجه خمم فيها ديما هي اللبسه ولي زاكسسوار وجو شيرش وكي نشوف اديسيون خرجوا منها دو بير ولا حاجه ما نلقاهاش تحب هكا حاجات معناتها اللي مش موجودين كيما باغ اكزومبل انا كي دخلت عجبتني هذه جيفانشي سالتك عليها منها اربع اكاو خرجوا منها اربع اكاو بون عندي حاجات هذوما بانادورا عندي لونيت دي لونيت مثلا فما اللي عملتها ليدي غاغا ليها كي عملوا دوزيام بير معناتها جي في لامبوسيبل باش ناخذها انا خذيتها ومغرومه برشا انا مغرومه دونك عندي صاحبتي ستيليست موديليست انا بغرامي قلت علاش خاطر نحب روحي ديما اونيك في الستيل نتاعي الكل قلت علاش ما نعملش حاجه باش برشا نساي وليو على بورتي معناها تجي تعمل حاجه اونيك معناها ليها وليت معناتها حبيت نعملها نحب جولونس معناتها اون بوتيك حتى اللي عندها حاجه نزيدها تو سبيسيال ولا نقولها شنو الاكسسوار اللي يمشي معاها وانا ديجا عندي برشا معناتها لي ساك معناتها حاجات لي غار وكل وقلت نبدا هكاك وزيد معاك صاحبتك معناها زدت تشجعت اكثر وزوز تنجموا تتطوروا اكثر مع بعضكم معناها وتقدموا حتى كي تجي معناتها تجي مراه تبدا تنجم نعطيوها ننصحوها اما تبدا الي سيغ اللي هي كي باش تلبس باش تلبس حاجه مش باش تلبس منها حتى حد معناتها حاجه اونيك حتى كان سامبل وكل وحنا في حاجه توا الحاجات هذوما يونيك خاطر برشا معناتها لبسات نشوفهم عند برشا عباد معناتها التوندونس تراها عند الناس الكل اي فوالا ولا تدخل تلقاها في لي بوتيك الكل دونك باهي نحبوا نخرجوا بحاجه نلبسوها تلبسها كان انت معناها مش غيرك عنده منها وجو شونج لو ستيل وجو شونج لو لوك ديما معناتها ما نقعدش ديما في نفس اللوك نحب لي ستيل الكل في اللبسه سبور وال في الصيف نميل لاكثر ستيل جيتان وهكا باش ننوع وكاو قلت بديت معاها تويك احلام عطي ستيليست موديليست وان شاء الله قلت نحب نعمل اون شين دو بوتيك اللي تقع فيها لي زاكسسوار وكل في تونس والبرا ان شاء الله والمشي نتاعي مشجعني اي انت ساعات معناتها حتى كي نشد في حاجه صحيح وتبدا غالي معناتها يلزمها تجيني وكاو تويك بديت بالبرومي بوتيك في حمامات وان شاء الله نكبر نحب نعمل في تونس والبرا من تونس ان شاء الله ان شاء الله علاش لا تو خلينا نحكيو على الحمامات الناس اللي يحبوا يجيو يلقاو الحاجات المزيانين هذوما واللي ماهمش موجودين في بلايص اخرى باش يكونوا هكا اونيك كما انت كنت تحكي الحمامات وين بالضبط كيفاش ينجموا يكونتاكتيو انا ديجا معناتها بديت عملت باج وين تيران تينيس وسال كوفير تاع حمامات معروفين في النهج هذاك غاديكا فوالا والنيميرو تليفون موجود اسفل الشاشه ينجموا يكلموك وانت تزيد تناتهم وتنصحهم فوالا نحب اي مثلا ماهيش لاقيه ستيل لبسه اللي يمشي مع بدنها ولا حاجه نحب هكا جو شونج في العباد شويه معناتها نعاونهم ولا عندها ايفينمون شنو لازمها تلبس فيه ولا حتى مع اصحابي هكاك انا ديما انا شنو اللي نجيك ديما مرحبا مرحبا نبدا فيك مرحبا بعد رمضان يشوفوني في حاجه جديده ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه مريم شكرا ليك نورتنا بحضور عايش اختي ميرسي بوكو عايش شكرا ليك كانت معنا مريم العبيدي جديد مكملين معاكم سهريتنا لليله
وتخوازيام بارتي في ليلة 27 حبيتها تكون سبيسيال، فيها برشا جو، فيها برشا فن شعبي وربوخ مع ضيوفنا من أحسن الفنانين اللي قاعدين ينشطوا في الساحة. نستقبلوا فنان أنيس الأمير، جميل صاحبي، شاب زوبة معانا كرونيكوس برنامج فرح سويه، محمد علي عبروك، مصباح البوزيدي. مرحبا بكم، اهلا وسهلا امين. صافا؟ كيفك ميسون لاباس عليك؟ الحمد لله. هكا يظل ما كذبتش انا في كل حكاية تناديني تسمعني وتكبر بيا، هكا ليلة 27 اللي قلته طلع صحيح. صحيح. مرحبا بك جميل صاحبي، نورتنا. اهلا وسهلا، مرحبتين. يعيشك. يعيشك، ان شاء الله رمضانك مبروك. مشكورة على الاستضافة. وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله. يعيشك شيف زوبة. مرحبا بك وان شاء الله عيدكم مبروك. وميرسي على الاستضافة ويعطيكم الصحة، فرحتوا بينا. وان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. يعيشك فرح. اخر حلقة. مرحبا بك، تعاونوا اليوم نكملوا. ان شاء الله في ما خير ونقدموا ديما ان شاء الله حاجة باهية. ان شاء الله عندنا أغنية بدينا بها معك أو الحصة سمعناها حاجة مزيانة برشا. يعيشك ميرسي. دونك ديما نحبوا جديد. ان شاء الله ان شاء الله. نستناو لي كافر. ان شاء الله. معك. أهلا وسهلا محمد علي، نورتنا. رمضانكم مبروك ومولد نبوي شريف مبروك عليكم وعلى رب الكل المسلمين الكل. ان شاء الله عيدكم مبروك مسبقا. يعيشك. ان شاء الله ديما هكا ملمومين. ان شاء الله. مصباح البوزيدي، نورتنا. ديما نتفرج فيك برامج اخرى، قلت علاش ما جاش بحذايا فرصه لي. اهلا وسهلا ربي ومرحبا بك وصحة شريطك. وان شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل. وان شاء الله نعديو سهريه حلوه مع بعضنا ان شاء الله. ان شاء الله برشا اغنيه يستنى فيكم في البارتي هذيا. انيس نبدا معاك، عندك عرض دوازم. عندي عرض دوازم انا وعبد المجيد الزرقاء، هو العازف المتميز قديم برشا عبد المجيد الزرقاء. وما ننساش زاد باش نحيي سي هشام الخذيري اللي صب لي اغنيه صبري، خاطر هذوما زوز عناصر كبار في الفن الشعبي وفي اله المزود، احترموهم الزوز. بالنسبه للعرض خدمته انا وعبد المجيد الزرقاء، عرض دوازم نغني انا وحدي ونعمل ديو انا وياه ويغني هو نوب وحدي. هذا عرض دينا نخدموا فيه من قبل رمضان بشويه، وتوا قاعدين نكبروا فيه ومازلنا نطوروا فيه ونزيدوا فيه شويه. باهي نلحق على مرحول موجوده في العرض؟ اكيد نلحق على مرحول، هي اغنيه تراث تهذيب سعيد بن يوسف، وهذه زاد عم دخلناها في العرض نتاعنا اللي هي اول مره باش تعدى اليوم في التلفزه. تو اول مره؟ حصريا. حصريا، تفضل نسمعوها. Yeah.
يعطيك الصحة أنيس، شكرا لك. يعيشك ميسر، إن شاء الله عجبتك. بيان سور، غناك الكل مزيان. أنيس الأمير راهو برشا ما عرفش الحضور اللي معايا، برشا ما عرفش فنانين اللي مش الأمير، أنيس أمير. أمير الأمير اللي هو معناها دونك الأسامي هذيا الفنية ياسر والمداولة معناها برشا معناتها فما مثلا فوزي الأمير. فما في بالي فما زوز ولا ثلاثة أخرين. أنا عندي ولدي اسمه أمير، سميت روحي على ولدي. لا مش قلتلكش علاش سميت، قلتلك علاش ما تبعتش على الحاجة من الدولة. أنا حبيت نبعت على اسم ولدي ولا يبكي خلي خدمت بيا باش نحيلي اسمي. والله نحكي معك بالحق توا باز باش قاعد يتفرج وباش تعجبه الحكاية اللي قاعد نحكي عليها هكا. إن شاء الله يكبر شوية ونقعد ونبدلوه على خاطر فرح. بون مع كامل احترامي أنت زميلي وعلى العين والرأس، اما بالحق اسمك نحسه نتاع فنان يغني تربي يغني وتري، مش نتاع فنان يغني شعبي. هكا اسمك تعهد يغني على الكاخون على الجيتار. تربي ايش معناتها؟ معناتها تربي فينو اكيكاي، مش نتاع فنان يغني شعبي. اسمعني عايشه بنيتي، انا لي فنان شعبي نغني في برشا حوم شعبيه وندخل لهم ونخرج يحبوني بالتعنيق وبالبوس. فما برشا مطربين يهربوا من الحومه الشعبيه هذوما. اي نعرف كنت تنجم تبدل مثلا. ومش أنيس مش الامير، أنيس حاجه اخرى. ما سؤال هكا. ميسا تعرفني فينو ولا ايه؟ فسر لها بربي توا رمضان مش نقعد نتعارك انا وياك. لا علاش تعرفني؟ سؤال يعني احنا زملاء وانت جاوب سؤال وكهو. ما عجبنيش السؤال. انا رايي هذايا. لو ما فماش مزاودي فينو امبوسيبل. ما قلتش انا مزاوديه فيه، مادامو مزاود مادامو تعدى على حوم وقعد دراويه وفما اللي تمرمد وفما اللي شد الحبس. احنا مانيش نحكيو على المزود تو، نحكيو على الاسم. الاسم ديجا فسرت الميسه، عندي ولدي اسمه امير مازالش. ربي يفضله لي. يعيشك يا اي. اما هي ملاحظه معناها عادي، لازم تكون روحك رياضيه. روحك رياضيه نورمالمون. في رمضان عندك غنية اسمها خساره فيك الدمعه. خساره فيك الدمعه على شكون غنيتها؟ ليه عندي اسرار ما نقولهمش. أسرار 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 فيك الدمعة. طلعش على فرح. ليه فرح وقتها ما نعرفهاش. ما تعرفهاش. أيا نسمعوها خسارة فيك الدمعة. خسارة فيك الدمعة، خسارة حبي ليك، ذوب مثل الشمعة يدور الدور عليك، يدور الدور عليك. Thank you.
عليك بابي خسارة فيك شبابي خسارة فيك يوم انفتح عليك بابي عادي تناسي صارت تعب منابي وفنيت عمري عليك ويدور الدور عليك أنيس الأمير شكرا لك نخرج فاصل وراجعين وتوا باش نستقبلوا مع بعضنا مدام أولغا زايد سافا أهلا وسهلا عسلامة صحة شريفتك عايش شكرا صحة شريفتكم و جو سي تري كونتون دو إتر أفيك فو واحنا زاده فرحانين بيك مرحبا دونك خلينا نفهموا الاكاديمي نتاعك شنو فيها في الفيديو هذا ونرجع نحكي أولغا زايد سافا زيد احكي لنا وعرفنا بالاكاديمي اكثر شنو فيها alors je suis formatrice internationale في الفورماسيون بروفيسيونيل دو استيتيك voilà il y a plusieurs formations intensives il y a les formations individuelles qui sont très intéressantes il y a le faux cils et les cils en soie microblading maquillage permanent onglerie pédicure médicale lash lift brow lift il y a le c'est très une chose exceptionnelle بالنسبه لنا que les femmes qui sont pas du domaine sont pas professionnelles qui comment ils peuvent maquiller elles-mêmes Il s'appelle auto-maquillage. Par exemple, les femmes qui... Mais les formations, c'est auto-maquillage? C'est auto-maquillage. Okay. Comme elle, je maquille, je roche
بروفيسيونيل مون عاديه كيفاش تماكياج روحها معناها ايه. وحده كلكا كي الصف باسي ماكيي طريشه ماكي روحها ايل بو فينير فير لو فورماسيون عندي في الاكاديميه نتاعي فوالا كوم سا ايل تعرف كومون ايل بو سي ماكيي برو بروفيسيونيل مون مي دي أنا وحدة وحدة وي افيك لي بانسو نتاعها افيك لي بونج نتاعها دو ماكياج بور ني با بيردر لو تون بور بروندر رانديفو شي استيتيسيان ساعات في لو ماكياج شي كالكا كي نسون با كونتونت اي دونك هي تعرف روحها باش كومون ايل في بور ميتر اون فالور لي زيو مثلا بوكو 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 دي شوز هي وي دونك هذوما لي فورماسيون اللي يلقاوهم عندك في الاكاديمي وانا شفت عندك برشا دي ديبلوم ما شاء الله وي باسكو توجور جو مانيتا جو سوي اون جو بارتيسيب تشارك اي في دي كونغريس مونديال دي سيمينير فوالا توجور اتيدي اي وفما دي بروموسيون في لي فورماسيون تخفيضات Oui, il y a la promotion pour la formation professionnelle. Maintenant, 50%. 50%. Oui. Tawa. Oui. Tawa. Mais tu as dit que tu fais la promotion. Fais la promotion. Après, peut-être on va faire le prolongement. Peut-être. Donc, ils ont mis trois ou trois ans et demi avant la Eid. Oui, calme ou calme. Raqma joud asfal echecha. Sinon. نخلي لك كلمة الختام شنو تحب تقول للناس اللي يتفرجوا فيك مود لا فان فوالا سي فورماسيون افيك لو سيرتيفيكا اغري بار ليتا سون تري 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 شارجي سون لي كور انتنسيف كالكا كي تقرا عندي تخرج معلمة ما شاء الله اون بو اوفغيغ لي تنجم تحل الصالون نتاعك الكابيني نتاعك ولا تقري فوالا الكاري معناتها كاين دونك هذوما شهاده معترف بها من قبل الدوله دونك لي ديبلوم اومولوجي بيان سور سي اون سيرتيفيكا اغري باغ ليتا فوالا اغري باغ ليتا فوالا باش نكونوا واضحين في المصطلحات شكرا لك مدام اورغا عايشك ميرسي عايشكم مبروك سنين دايما كل عام وانت في الف خير عايشك نورتنا بحضورك كانت هذه مدام اورغا جديد مكملين معاكم سهريتنا وجزءنا الثالث من سهرة الليلة مصباح البوزيدي مرحبا من جديد مرحبا بك عندك غناية اسمها الليلة الليلة مصبح مصبح اي من كلمات انت مصباح وليلة مصبح ما هي كو احنا ديما في التصبيح لما ما تعرف جات قطقت اي في الغناية دي مع شكون تعاملت هذه من كلمات والحان معز داسي اي بالطبيعة عازف مزد هشام الخضيري الأستاذ هشام الخضيري توزيع نعمان الشهري تصوير أحمد الجريدي هاي الياس به شو نسموها احنا بعد شوية منحب نرجع معاك للبدايات من أين عمر بديت تغني؟ والله فما عمر 12-13 سنة أول أنا عندي أول ألبوم 94 أول ما سجلت 94 للتو عندي أكثر من 130 أغنية ما شاء الله وأغلبهم ناجحين معناها معروفين يعني قد إيه من ألبوم؟ أكثر من 20 أكثر ما تعرفش قد إيه بالضبط لا ما نعرفش بالضبط خاطر البار هذه الأغنيات اللي الديوات مثلا عملت أنا ديو أنا وأشرف المرحوم بالمناسبة نترحموا عليه إن شاء الله ربي يرحمه ويجعل مثواه الجنة عملت ديو انا وشاب صليح ديو انا وشاب الحبيتري ديو انا وسماح بن احمد اي انجح ديو انا والله هو مش انجح يعني ديو اللي انت تعتبره نجح معني يمكن انا وشاب صليح خاطر عمل 1,300,000 في ترى اللي هو عنده قاعده جماهيريه اكبر من الفنانين الاخرين اللي عملت معهم يمكن خاطر الاغنيه خفيفه شويه وما نعرفش وجات في وقت بعد الكورونا بشوي الناس كانت اي دونك معناها حبوها العباد وسمعوها في اغانيك اليوم معناها بعد مسيره كيف تقيم روحك شنو الغنيه اللي تقول هذه اكثر غنيه انا راضي عليها ونجحت في نفس الوقت انا اغانيه الكل بريسك مش الكل ما الاغلبيه نجحوا معناها
دور عزينة منور حاطة الحاطة طلعت تصور ما ثماش كل ما يعرفهاش هذيك أغنيتي. آخر قرار نسيني الأيام المرة نحكي لكم يا ناس برشا كلهم كنا بريسك ناجحين معناها. أما يمكن مرات ثم عباد يعرفوا أغانيكم يعرفوا صحيح هي هذيك هي. أما يمكن نحب بالحق علاش أنت ما شاء الله قبيلة حكينا وكل قال لي عندي أغاني أنا نسمعهم ونحبهم أي. ما نعرفكش معناها ناقص في وجودك في الإعلام فهمت؟ والله يمكن تقصير مني أنا شوي مش تقصير وأنا بطبيعتي تسجيلاتي الكل من اللي بديت الكلهم في تونس وتعاملت مع أفريكا كاسات من كانت الشركات مع فوني مع نوفيكا أما مش تقصير كان يمكن تقصير مني خاطرني كنت زاد بعيد شوي نسكن في سيدي بوزيد أنا كان شوي البعد والوقت هذاك زاد صعيبة باش تتعدى في تلفزي يلزمك شكون وتعرف فهمت كيفاش وزاد تقصير شوي من الإعلام بصراحة خاطر وقت اللي فنان تبدأ أغانيه ناجحين فهمني وضاربين بارتو في تونس دور ما فماش كون ما يعرفهاش أغنية دور نتاع شنيا أنت كإعلامي علاش ما تعيطش الفنان هذاك يكون في بلاتو فهمني معاك إلا غالب أنا إن شاء الله نحن هنا معاملين على ربي تو إن شاء الله ربي يسهل وكذا هاي اللي ياسر به وزاد كل شيء بالكتبة يمكن هذايا وين صحيح كل حاجة في وقتها باهية أي كاو حكينا على أغنية الليلة نصبح أي نسمعوها معاك تفضل
يعطيك الصحة. شكرا لك على الجو اللي عملتونا. خلينا نمشيو عنا فقرة سنست بها انت فرح. كل مرة نمشيو للبلاصة في تونس، المرة هذية مش نمشيو الجم. الجم شكون مثلا ما يعرفش مسرح الجم ولا قلكش نمشي نقضي من الجم دونك. اما فما برشا هكا جمال وجمالية في الجم. خلينا نزيدو نشوفو راجعين. اليوم باش نهزكم لتحفة رومانية في قلب تونس، بلاصة تبعد على العاصمة 205 كيلومتر. الوجهة متاعنا باش تكون قصر الجم، واحد من أفضل الآثار الرومانية المحفوظة في العالم. يقع في مدينة الجم التابعة لولاية المهدية. يعود بناء هذا المسرح إلى العام 238 ميلادي. يعد هذا القصر الروماني ثالث أكبر مسرح روماني في العالم بعد مسرح كولوسيوم روما المصنف من عجائب الدنيا السبع ومسرح كولوسيوم كابو. تبلغ مساحته حوالي 18000 متر مربع، وتتسع مدرجاته لقرابة 35000 متفرج. وقد تم إدراج قصر الجم ضمن موقع اليونسكو بالتراث العالمي سنة 1979، ويعتبر مسرح الجم من أهم الوجهات السياحية في العالم، حيث تقام فيه سنويا عروض ثقافية وفنية في مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. الحاصيل محلاها بلادي. كانت هذه كارت بوستال. نخرجوا فاصل وراجعين. قلبي نيران وتكتي حيا، قلبي نيران.
عشرة رح تبدك تدوى وتخلي نومي مجان في عيني لازم انت وجراحي بالنسيان اللي مثلتي والله الحب علي من بعد العشرة رح تبدك تدوى وتخلي نومي مجان في عيني لازم انت وجراحي بالنسيان من جديد. كيف كيف حطيتي؟ نحب نعرفوا بداياتك في عالم الفن الشعبي ونعرفوا البدايات اللي يبدا فيها الباهي والخايف. بالطبيعة بداياتي في 92 او بداياتي او الالبوم نتاعي في 92 والالبوم براسك نجح بكل فيه ليلة يا ليلة، فيه وحش قداش ريم يا لميمة، فيه شيع شيع، فيه رد علي براس خالي، فيه معناها ستة أغاني برسك الستة خذوا رواج في الجنوب. هذوما دونك تعتبرهم اللي خذوا رواج بعد تو من 92 لتوا ما شاء الله أعوام معناها تعداو، أكيد فما عراقيل فما تعب أكيد ولا؟ أكيد تعرف احنا في الجنوب الغربي في اخر جنوب الغربي ومعناها 500 كيلومتر باش تبدا في تونس وزيد انا شدتني الوظيفه نتاعي معناها نخدم في شركه كبيره برشا خلتني معناها معناها اليوم باش تنجح يلزمك يكون وقتك الكل للفن يلزم تتفرغ له 100% وان شاء الله هذه النقطة المهمة. في المقابل شكون وقف معاك من صحابك من عائلتك المقربين بالطبيعة
وقفوا معك ولا، وخاصة الفنانين الزملاء. والله يشوف الفنانين الساعة نحب في الشهر المفضل هذا الشهر المبارك، معناها المرحوم والجوهرة السمراء محمود العرفاوي كان من ضمن الفنانين اللي ديما مرافقني في جنبي، كنا معناها نتحركوا سويا مع بعضنا، وعملنا ثنائي الجنوب مع بعضنا اللي نحب نشكر زاد مصطفى الدلاجي، كانت كلمات والحان مصطفى الدلاجي، معناها وقفوا معايا أحبابي وأصحابي ومحبين جمال الصحبي في مدينة المتلوي، معناها الحقيقة تول الأمور باهية، الأمور عند متعاهد الحفلات كريم زيدان، نحب نشكره إنسان بالرسمي خدام إنسان. من وقتاش تتعامل معه؟ كريم زيدان بديت معاه من 2023 و2024 صراحة تو الكوتة طالعة، مع تحياتي لكل من الشعراء اللي تعاملوا معايا، صاحبي القبلاوي، صاحبي شعير مصطفى الدلاجي، ان شاء الله ما نسينا حكيم جليد. عملتي اغنية الحمام البري؟ الحمام البري كلمات الحكيم جليد. هي ايش نسمعوها؟ باش نسمعوها اكيد. نسمعوها يا قايد، حكينا عليها نسمعوها ان شاء الله. تفضل المسرح. Yeah.
يعطيك الصحة جمال، شكرا ليك. نخرجوا فاصل وراجعين. يعطيك الصحة جمال، كنا نسمع في خاطري وخلوقي. أيوة، مع شكون تعاملت فيها؟ خاطري وخلوقي كلمات وألحان صاحبي القبلاوي، ودزيت لك مرسول. احنا خدمنا في بلاصتها الأغنية دزيت لك مرسول هيا وينك، هي من كلمات وألحان صاحبي القبلاوي. هي ياسر سينو أغاني من نوع هذه الأغاني، ما تحب أنت تنوع، ما أنت أنا ديما نوع، ديما نوع، ما عنديش معناها ثنية واحدة، لا نتنوع. أنا توا عندي زوز أغاني جدد، باش بعد الحمام البري زوز أغاني جدد، زاد ممتازين كلمات وألحان صاحبي القبلاوي.
زيدا كيف اي صاحبي معناها ليكيب الناجحه ليكيب الناجحه اللي اي بالطبيعه نتعامل معاها هاي انك تتعامل معها وذي نقطه ايجابيه هكا ولا فرح معناتها انت مفننت لي كي تبدا ليكيب ناجحه تكمل معها تبارك الله ديجا سمعت وعنده حاجات محلاهم حاجه اي هذه معروفه نورمال الفنانين الحمد لله ان شاء الله احنا الجاي ان شاء الله ديما خير جديده قاعده تتبع لا اكيد 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 قاعدين توا ثنية شادينها مليحه ان شاء الله ربي يوفقنا الى ما فيه الخير ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله يا ربي يستر لنا الاخ كريم زيدان ربي يفضله ربي يعطيه بالقوه يعطيه بالصحه انسان بصراحه ممتاز 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 ياسر حمد علي خلينا نحكيو معك انت توا وعندنا فعندك برشا جديد الحقيقه مثلا قبل ما نبدا نحكي على جديدك اليوم نحب نشوف انت خلينا تيست الغرور كذا في ميدان الفن الشعبي وين تصنف روحك اليوم؟ فين مرتبه؟ فماش مرتبه فما فماش لا مرتبه الاولى فما نمبر وان فما قال يعرف يغني هذاك الاول كل واحد له ثنيته كل واحد وشنو ربي عطاه فما اللي ما يعرفش يغني وتقالوا ويقول انا نمبر وان عادي تلقاها في شكون تقصد؟ ما عادي ما نقصد قال نمبر وان قلنا له يعطيك الصحة هي ما يسمهوش عبد بركة قالها نمبر وان برشا برشا منهم فنانات وفنانين معناها مش كان قالت كلمة نمبر وان أنت شنو عندك بالضبط معناها معناها هو هو ضد السؤال ما خلينا نحكيو على عرض زنار وين وصل العرض والتحضيرات وغير عرض زنار بدا عنده 7 سنين عرض زنار خذيت ريقو وخذيت الفكرة معايا مخرجين ومعايا فنانين ومعايا عازفين ومعايا برشا جروب فيها 40 عنصر فهمت خدمت بيه فما 17 مهرجان هكاك فهمت من بعد وقف وجاتنا الكورونا عفانا عافاكم الله بعد الكورونا تفاجأت كونه راهو عرض زنار معناها مشى على روحه مش مشى على روحه معناها مشاو فيها معناها الا في وسط العرض مشاو عملوا عرض اخر وقدموا به شكون عطل العرض؟ هما جماعه كانوا يخدموا في عرض زنار مشاو العرض عشاق النوبه وعلاش؟ فهمت اخي سبحان الله كانوا يخدموا معك انت تفاجئت كونه مشاو اي علاش؟ بالك ظروف احسن شنو ظروف مثلا؟ نسال ظروف ماديه امكانيات فما حتى ظروف ماديه جونا باهي الناس كل تعرف مرجلين وامورنا واضحه ما عنده حتى حد اشكاليه معايا فهمت فاجئت كونه عرض زنار موجود هو عرض عشاق النوبه ولا تلقاهم في عشاق النوبه معناها من 3 ولا 4 عازفين معناها كيما نقولوا مالي العرض معناها فهمت في عشاق النوبه هما اللي كانوا يخدموا معايا صناع نجيب لك فيديوهات تتفرج نجيب لك كل شيء بالمكشوف هذا عرض زنار بدا عنده 8 سنين وهذا عرض عشاق النوبة بدا معناها كوبي كولي الحكاية فهمت؟ ما تقولش صناع صناع قال هذه ملاحظتي مش مشكلة نقول صناع نفس الملاحظة كنت باش نحضر ما احترموش اي بالطبيعة ما تنجمش قال صناع معناتها عازف معاك كل واحد ما توصلش وما تنجحش مش مشكلة فماش سنة وعارف كنا جروب نخدموا مع بعضنا شوف شوف فما فرق هو حاب يقول يمكن انا اكتشفتهم ولا هكيكا لا لا انت يعني. كنت مش موجود جمله اي يعني بديو وجيت خدمتك معايا اخي سي نورمال انسان عنده شركه مش يخدم مثلا قاو عرض مغري نتاع فلوس بلاي لحظه برم عادي جدا اي نجم يكون تتوقع انت توا شريكه مولا شريكه عنده شريكه بيجي يخدم في الصناعة نتاعو اخي باش يقول لهم انت فرد جروب وفرد كذا ما يخدم عنده معناها سي نورمال عادي ولا جي ما يصيرش انت خدمت وعملت انت سبب يخدم على روحه جبت القسم هذاك ولا الخدمة هذيك هو جاهز ما تجيش مازال كي بدا مازال كي خلاف ما تجيش كلمة تخدم عندي يا تخدم معاك يا يخدم معاك اما تخدم عندي ما تجيش لا يخدم عندي لا لا ما تجيش لا عندك مرتبة تخلص أكثر منه كنا لا مش نخلص أكثر منه أنا صاحب العرض سامحني كما جيش العازف ما فماش فنان أنا صاحب العرض لا لا اسمع لا لا ما تقولش أنا صاحب العرض غلط هكا نجم تغني ما نطولوش فيه موضوع معناها كلمة ما تجيش ما يسالش نسحبوها لكن انت ظاهر موجوع معناها عملت نمت عليه بعد القاعة وبتبيع على الاطراف الاخرى ينجموا ياكلوا ولا يكفيوا الاطراف كانوا يخدموا معاك جبتهم انا
خلنا بعد تفاجئت كونه موجودين، لكن كي تمشي تخدم على روحك انت في عرض اخر ما تصرخش الخدمه. فهمت شنو انا واجهني؟ الشيء اللي تلقاه في عرض زناء تلقاه في عرض عشاق النوبه، ولا معناها متداول. نفس العناصر، نفس الا يشطحوا، نفس الاخراج، مخك يقف كي تتفرج. باش انت الفكره معناتها شيء يوجع القلب. محمد علي، انت قدمت بعد عندك ديو مع رابور معروف، نجمو نعرفوا اسمه؟ هو حاضر راهو على فكره. امريكان تو يا وقتاش باش يهبط؟ بعد العيد ان شاء الله. بعد الايميل انا خلينا نعرفوا اسمه. نوجه له تحيه معناها. اي فرصه. نوجه له تحيه، كلاي بي بي جي ان شاء الله. مع كلاي بي بي جي. اي. واول مره راهو نقولوا الحديث هذا. اي هي حاجه جديده. مانيش جاي باش نعمل بوز راهو باش نطلع ونقول راهو فلان وبعديك ما نهبطش. مع كلاي بي بي جي ان شاء الله. مع كلاي ومسجله الاغنيه حاضره. مسجله الاغنيه حاضره وامورها واضحه. كيفاش اقنعت كلاي باش يخدم معك؟ انا اصحاب انا وياه فهمت، ولا اقنعته مش اقنعته معناها اصحاب، عجبته الفكره عجبته الخدمه، خدمنا مع بعضنا وفقنا ربي خدمنا وسجلنا. وعندك اغنيه اخرى رماني المكتوب زيد. رماني المكتوب بكلمات رمضان الهلالي والحان نبيل خميس. اي هي الياسر. سينو توا شنو باش نسمعوا؟ خلينا نبدلوا شويه جو، حسيتك تشنجت. اي هكا هو الواحد فرق قلبه كيما كلها كلمته قالها الحمد لله. شنو نسمعوا؟ اش تقترح علينا؟ زين العرب. زين العرب. انت والمجموعه شوفوا تابلو مزيان برشا، تفضل.
يعطيك الصحة محمد علي، شكرا لك. نخرجوا فاصل وراجعين. We'll be right back.
حامد علي عبروقك الجو التابلو اللي تابلوه هذوما انا كنت عركت نويه قبيله شويه وكاش تحت معاه زيد ترادينا فيسا فيسا صحه ب زوبا بالطبيعه اسمك واش نقولوا اللي هو فتحي مش زوبا زي الاسم بيان سور الفني دونك انت جيتنا بجديد اليوم جيتكم بجديد ان شاء الله جيت من القروان جيتكم بجديد اغنيه جايه تمشي قدم قدم سجلتها عند في استوديو عصام المحفوظي توزيع احمد المباركي وفكره جديده واجتهاد جديد وان شاء الله ربي يجيب نفسه طول ظهالي من استوديو جيت لهوني الاغنيه وانت البارح كمل اي فوالا قلت البارح معناها ناسين بعد نهاري اوكي دونك جديدك خلينا نسمعوه توت سويت بعد نرجع معك تفضل يعطيك الصحة زوبا توقعاتك للغنية والله ان شاء الله انا عملت قبل الاغنيات ونجحوا وان شاء الله حتى هذه تاخذ حظها وتنجح ان شاء الله. وفي اغلب انتاجاتك ديما هكا معناها عندك يكون عندك توقعات تقول هذه باش تنجح هذه لا ولا تخليها على ربي؟ اكيد ثم اغنيات تتوقع انها تنجح وما تاخذش حظها وثم اغنيات تتوقع ان ما تقنعكش في خدمتك مي بعدين تلقاها نجحت. والا ثم اللي تبقى مده وبعد تنجح هو. هكا يا نيس يعمل هكا. ما دام سهلت عليها انا ما يسهلش. ساعات غنية تقعد بثلاثه اربع سنين تنجح. فرحت قالت لك ما دام انا شطحت عليها مش تنجح. ما انت مش كان معاه هو. اللي عملت جو. حتى حمد علي عملت جو. ناجحه. ناجحه في الحالتين. فتحي شنحكي معك في موضوع حساس شوي. في الموضوع حسيت شويه وبعد اذا كان تسمح بالطبيعه انت تغني في الافراح تجي للميديا كيف كيف زاده تغني تحب توصل الفرحه للعباد اما في داخلك فما برشا حزن صحيحه المعلومه ذي ولا صحيحه مريت بفتره اللي فتره صعيبه برشا ماهيش صعيبه شويه ورغم ذلك معناتها اضطريت اني نخدم وكنت نوصل في فرحه العباد ما في داخلي ما كنت فرحه. ولدك مريض شويه ربي يشفيه تعبت عليه؟ تعبت والحمد لله هذيك قضاء ربي وتعبت من الاول وما كنتش نتصور انه التعب باش يتعدى وخطر وجيعه كبيره والحمد لله انه واحد انه تعدى هذاك الكل الحمد لله. تعدت عليا معناتها ظروف خايبه وموسم خايب تعب برشا في الموسم. منا في داخلك حزن وفي التصويره يلزمك تفرح وتغني و تحسنت توا حالته. الحمد لله. تحسن. الحمد لله. توا عيد شنو تقول له؟ ان شاء الله ربي يشفيه وربي يشفي جميع المرضى. وصلى الوجيع العشت انا ما يعيش حتى بشر مهما كانت سيفته صلى الوجيع العشت انا ما يعيش حتى بشر وان شاء الله ربي يشفي جميع المرضى ان شاء الله ان شاء الله ويفرج على كل مهموم امين ربي يشفيه ربي يشفيه نعم مش ساهل معناتها بالطبيعه اكيد ولده يعجبكش اي مش ساهل صباح نتصور معناتها الفنان مش ساهل انه يبدا موجوع ويرسم الفرحه للمستمعين والمشاهدين هو ذاك علاش هو فنان خاطر ما يحكمش في روحه وما عندوش حتى معناها انا امي نفس الموضوع خليتها الليله اللي قبل باش تموت يعني ام تغدو باش تتوفى هي وانا اللي قبل بليله نغني يعني في سهري في عرس نخدم ما نجمش اي خاطر العباد ما تعرفش الكواليس انت وراك ونشوف فرحه تشوفني العباد تشوف فيك فرحه معناتها يلزمك تفرحهم وتغني اي تبدا مرات انت هو في برشا ميادين كي نبدا حزين نعمل اغنيه نتاع حزن لا مش نغني الفرحه وانا ما هو مرات انت تتحط في بس مرات تتحط في لا مرات انت تتحط انت تتحط مرات في حكايه انت تبدا تفرح في الناس والناس تشرح وانت من داخل موجوع مش بشرط ايه انا امي خليتها كيك باش نمشي نغني لهم الاحزان مو باش نمشي نفرح الناس
هذا أي. كل انسان عنده برشا حاجات وعنده ظروف وبالطبيعه حتى ممثلين زاد يطلعوا على المسرح هما يبدا معناتها عندهم ازمات كيف زاد اعلامي منى والمقدم برامج دونك ديما اللي تحت الاضواء ما نعرفوش على شنو معناها الظروف لكن يلزم يوصل صوره ايجابيه للعباد. تقريبا وصلنا لاخر حصتنا باش نختموا احنا بالموسيقى والفن. اما قبل هذا نحب نشكركم الكل نخلي لكم كلمه الختام. نبدا مع كانيس. نشكرك على الاستضافه ميزه ونعاود لك من الاول جديد كما بدينا من الاول قلت لك بارك الله فيك على الاستضافه. انا يظل عملت لك فازه واتتني في كل حكايه تناديني تسمعني وتكبر بيا ديجا حشمتك شنو يلزمك ديما تعيط لي في كل مناسبه. ونشكر الناس كل اللي تبعوا فيا واللي يحبوني وعائلتي ولدي امير نحييه برشا هذاك روحي في عيني ان شاء الله ربي يفضل ولدي. شاب زوبه. نشكرك على الاستضافه يعطيكم الصحه ونشكر العباد اللي وقفت معايا في محنتي ونشكر العباد اللي تحبني واقفه معايا وتدز معايا وان شاء الله عندنا برشا جديد عندي ان شاء الله جديد بعد ان شاء الله بعد العيد الشعبي عندي اغنيه بريسك حاضره ان شاء الله بعد العيد نهبطها وعندي زاد كذلك ديو اخر انا في انا عامل قبل زوج ديوات انا وشاب صالح كل عام نهبطوا اغنيه صديقي وصاحبي خويا ذاك ان شاء الله بعد العيد زاد باش نهبطوها ونحب نحيي فاميلتي وناس قروان والناس اللي تبع فيا الناس تحبني ومجموعتي بالاخص اللي وقفنا معايا. تحيه اليوم الكل مرحبا بك. تحيه الناس الجنوب الكل محلاهم. محمد علي تحيه اليوم محمد علي عبروك. تحيه للحضور الكل، تحيه للخيال الكل، تحيه لاصحابي الكل. ما نحبش نسمي برشا تحب لهم تحيه لصديقي ولاعب المنتخب الوطني علي مصطفى نوجه له تحيه ونقول له ان شاء الله ربي يوفقك. تحيه اليوم جميل صح. تحية لك أختي ميسة عجبني البرنامج حلو برشا ضيفنا على كيفنا ديديكاس للقفاصة في كل بلاصة ديديكاس لأهالينا في توزر البية ومدينة المظيل ومدينة المثلوي إن شاء الله يا رب يوفقنا إلى ما فيه الخير إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن إن شاء الله الرض وجمهورنا اللي ديما يستنى فينا ديديكاس للمصور محمد حمد ناصر اللي عمل لي الكليب الجديد حقيقة رجل ممتاز جدا. يعطيه الصحة شكرا ليك فرح. تحية ليك ميسا وليكيب الكل، تحية لصحابي ودارنا وباهي سامحني، تحية للغنجة على اللبسة المزينة. وتحية لبسمة شقة وهيبة بقلوتي على المكياج والشعر. يعطيهم الصحة، شكرا ليك كلمة الختام. تحية ليك وتحية نحب نقدم تحية لكليوناتي و في سيدي بوزيد انا استقريت خاطرني انا تو متواجد في تونس ومرحبا بالناس الكل معناها هكاك سواء من سيدي بوزيد ولا من هنا وبالمناسبه بالله حبيت نقدم تحيه لخونا خويا الفنان مصطفى الدلاجي خاطر كان جابوه دلاجينو ايه خاطر قال فيا كلمه خير وفهمني وانا حبيت نشكره ونقول له ان شاء الله رمضانك مبروك وكل عام وانت حي بخير وانت فنان وما يحس بالفنان وما يعرف قيمه الفنان كان الفنان بالطبيعة يعطيك الصحة مصباح بوزيدي نورتنا بحضورك نورتونا الكل شكرا لدي جي اخوان يعطيه الصحة اللي رافقنا طيلة حلقات رمضان ميرسي بوكو لليكيب تكنيك الكل اللي تعبوا في البرامج الكل الحقيقة في قناة تونسنا خاطر كل ليلة فما خدمة احنا نجيو مرة في الجمعة نصور لكن هما كل ليلة تحية كبيرة ليهم وللمخرج صادق دغيم مدام رانيا ماجوجي سي شهاب الغربي وبقيه الفريق الكل هو فريق كبير ما نجمش نسمي الناس الكل يعطيكم الصحه شكرا للمعدين اللي معايا جنود الخفاء ان شاء الله نرجع نتقابلوا بعد العيد في ضيفنا على كيفنا شكرا لكم عيدكم مبروك نختموا بالموسيقى وعلى خير الناس الكل.
رجلك مبسول هيا هيا وين